يقدرون باختلاف دول فعلا ابطال ابطال حقيقيين يعني. ولما تيجي تقعد تشوف او تسمع قصصهم تشعر بانبهار يحسسك ان الواحد ما عملش حاجه في حياته فعلا والله. التحديات اللي بيواجهوها وفي الاخر خالص الاهداف اللي بيقدروا يوصلوا لها بيحسس الواحد ان هو فعلا مفيش ما عملناش حاجه فعلا. طيب رسامه وبطله من قادرون باختلاف، صفاء طه. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا صفاء؟ الو الو يا صفاء، سامعك كده كويس؟ انت سامعاني كويس؟ ايوه سامع حضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ده دلوقتي يعني انا شايف انه في معايا على التليفون فنانه ورسامه وواحده من بطلاتنا، مش كده؟ الحمد لله. لا ده صح، ده صحيح، ده صحيح. قولي لي انت بترسمي بقالك قد ايه يا صفاء؟ انا برسم من وانا صغيره خالص، ها؟ كنت برسم ببقي للتحديد من 5 سنين، عشان قبلها كنت برسم برجلي. اوكي، وتعلمتي الرسم ازاي يا صفاء؟ احكي لي. على في البيت شويه مع نفسي، انا بروح ورش وكورسات، واشترك في مسابقات واخد مراكز، فكل رسمه بتضيف لي حاجه جديده، بتعلم منها حاجه جديده. يا ناس على الطعامة والحلاوة، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ طب ما كنتيش بتزهقي تقولي كل شوية هنزل وهروح وهاجي ووجع دماغ، لا انا ريح بقى شوية في البيت بقى. اللي يحب حاجة لازم يدفع تمنها بقى. وانت ايه اكتر حاجة بتحبيها يلي بتدفعي تمنها بقى؟ احكيلي. الرسم والقراية. الرسم والقراية؟ والإعلام. والإعلام. الله 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 الله. وناوية تبقي مذيعة ولا إيه؟ أنا أكيد إن شاء الله. ما ممكن تبقي مخرجة مثلا. مثلا أنا عايزة الاثنين. عايزة الاثنين، مذيعة ومخرجة؟ وفويس أوفر ورسامة. طيب رسامة أنا ماليش فيه، لكن مذيعة ومخرجة، طب وإحنا هنعمل إيه دلوقتي يا صفاء؟ أنت كده هتنافسينا. مش كده ولا إيه؟ ده يعني حاجة كبيرة أوي. يا سلام، تبقي أحلى مذيعة وأعظم مخرجة وتيجي تنورينا وتطلعي مرة معايا ونقدم البرنامج سوا كمان. ده شرف ليا. لا يا حبيبتي، ده أنا اللي أتشرف، ده أنا اللي مبسوط بيكي ومصر كلها مبسوطة بيكي وفرحانين بيكي فرح. أظن أنت عارفة يعني، مش كده؟ عارفة إن عارفة إن مصر كلها فرحانة بيكي ولا لأ؟ هي عارفه الحمد لله، يعني عارفه ردود افعال صحابي وكل الناس اللي اعرفها، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. اصحابك كلموكي بقى النهارده وكده ودوشوكي في التليفون؟ ايوه. وقعدوا يبعتوا لك على واتساب؟ ايوه. وبعتوا لك صورك؟ ايوه. مش كده؟ شفناكي في التلفزيون. عيب عليك، انا عارف الحاجات دي كويس. لا ده انا مش سهل خالص يا صفصف. قولي لي بيدلعوكي يقول لك ايه؟ اسم الدلع بتاع صفاء ايه؟ صفصف. برضو بيقولوا لك يا صفصف في البيت زي كده؟ الظاهر الناس العواجيز اللي زي كلهم بيقولوا يا صفصف. في صوصه برضه. وفي ايه كمان؟ صوصه. صوصه؟ لا خلينا في صفصف. صوصه. صفصف احلى واحلى بيكي، انت احلى صفصف. ربنا يخليك، ذكرنا حضرتك. مبروك عليكي التكريم. وبعدين احكي لي الاول بقى، انت مين يعني لما كلموكي في التليفون، مش مين كلم بس لما كلموكي في التليفون قالوا لك ايه يعني عشان تحضري الاحتفاليه وتبقي مع الريس نفسه؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى الحدوته دي. ان هما كلموا بابا وقالوا ان صفاء من الاشخاص الملهمين اللي يستحقوا ده، ف هنسجل فيلم الملهمين وهتكلم مع الرئيس وهتكلم معي. واتكلمتي مع الرئيس في ايه بقى؟ قولي لنا. يعني قال لي انه مبسوط قوي بيكي ومبسوط انك موجوده معانا النهارده، فقلت له ده شرف ليا انا، وقال لي اسميني. قال لك ايه؟ ارسميني. قال لك ارسميني؟ يا أيوة. بختك. وهتبدأي ترسمي؟ إن شاء الله بإذن الله. وتبعتي الصورة للرئيس؟ إن
ان شاء الله. يا بختك يا صفصف، يا يا بختك ريت. يا بختك يا بختك. ماشي يا صفصف، انا قلت اسلم عليكي وافرح بيكي زي ما كل مصر فرحانه بيكي. شكرا جدا نورتيني يا حبيبتي وشرفتيني، نورتيني. صفاء طه رسامه وبطله واعلاميه المستقبل من بناتنا المصريات قادرون باختلاف. يا دي النور يا دي الجمال. طيب